انا في حريق ولا ما في حريق ولا شو مشكلته شو طبيعته. يعني هذا ما رح يخليني يعطيني تمام تفصيل ممكن يوجهني للمشكله، يعني المشكله بالذات شو طبيعتها وتفاصيلها وين بشوفها، بشوفها بالميزه اللي حكينا عليها اللي هي ميزه الصباع الشرقي اللي بتعطينا فوكل رؤية اذا بؤرية تمام. غير الديفيوز الكراد فينا نوسع الضوء ناخذ الديفيوز، بس حكينا عن ميزه المصباح الشرقي تمام، انه بورجينا تفاصيل الموضوع تاع الموضوع. فنحن بهالوضعيه هي باستخدام عدسه، طبعا عدسه مش عم نروح لانه الا بالمصباح الشرقي فينا نشوف بس الثلث الامامي من الزجاج، لكن لما مشان نشوف الخلف ونشوف الشبكيه وعصا البصره والتوعيه كيف طبيعتها اذا في اي شيء تمام. مايك زرين مضبوط تمام طيب. فهي العدسه اذا بتروح الريفراكشن تبع العدسه والقرنيه، وبالتالي الواحد ساعه بتطلع بشكل مباشر على كمان فحص القرنيه بشكل مباشر. طبعا المجهة فيني كبر التكبير وزبر وغير الالوان وكل شيء بحيث استفيد من رؤيه اخذ احسن رؤيه. والمرايا بتعطيني المحيط والمحيط او اكثر، بعدين بتورجيني الجوني رينز، بتورجيني زاوية البيت الأمامي وحيد محيط الشرقي. لا لا ما في شيء اسمه أحسن، احنا عندنا بسوريا كل شيء في شيء أحسن. يعني مثلا طلعت الصورة الأول الصورة بدها تصير تتغير. عرفت شلون؟ يعني عندنا هون عندنا هيك بلدنا ما بعرف ايش النظام إنه طلعت شغلة ليه بدها كله يطلع. كل ما كل شغلة له ميزة، يعني هلا بتقولي إنه فعلا هذا الجهاز طلع شو بده بالشغلات اللي قبله منه؟ لا بتلاقي ذاك كمان عم يطوروه. مش هقول لك انا عم كله بيكمل بعضه، يعني كله بيكمل بعضه، بنضغط على يعني غير مباشر خلال اقل من دقيقه شي 30 ثانيه واحد الفاحص بيشوف كل قارن العين بكل تفاصيل ما يضوع ولا محل يكون شاف كله في مشكله ولا لا. لما بيشوف مشكله بنضغط قارن مباشر، وحتى عمل تكبيره في بكبر العدسه، يعني في ناخذ عدسه مثلا 13 تكبيره منيح والى اخره، بس ما بتعطيني رؤيه مثل ما باخذها بمنظار قارئ العين بمصباح الشقي مع العدسه الملامسه، بس خليني اشوف بشكل واضح فيني اعمل يعني تكبير وضوء وغير وكل شيء كل التفاصيل اللي انا تحكمت فيها تمام؟ طيب هلا حده البصر انا منفصل على حكينا على اللوحه وعلى الاصابيع وكذا والى اخره وحكيت فيها. الساحه ممكن تكون منفصله بجهاز الساحه البصريه، فقط الساحه البصريه وهي العتمه عتمه شو قلنا؟ عتمة بجيل ينفع الزرق تمام؟ اذا حكينا عن العتمات اذا بتتذكروا كمان انه في عندنا مطلقة ونسبية وايجابية وسلبية. مطلقة لا مش بيدكم، نسبية نشوف شوي، ايجابية نشوف المريض نشوف المريض، سلبية ما بشوف المريض. سلبية حكينا عليها اللي هي حلمة العصب البصري بنقول عنها بنوقع عليها بالساحة البصرية تمام؟ والاوعيه الدمويه طبعا ما بنشوف الاوعيه الدمويه تبعتنا تمام. في كان بميزانته باحد البرلمانات واحد مسؤول عن هالموضوع تاع البقعه العمياء انه بسكر عينه هيك بطلع هيك على مثلا مين مو عاجبه من الحضور بضل بظبط حتى يطلع البقعه العمياء على راسه بشوف الزلمه مقطوع على راسه. يعني البقعه العمياء احنا ما بنشوفها ما بنحس معها بحال ما حدا حس انه عنده في مثلا في محل، مع انه نحن كلياتنا في عندنا بقعه بقعه زاويه مو هي تقريبا مشان تتذكر لي كفكره 10 درجات تمام؟ 10 درجات صحيح 10 درجات هون بتكون الادى بس على بعد كيلومترات بتصير ممكن الجبل كله ما تشوفه تمام؟ هي وين بتكون البقعه العمياء بالساحل الوحشيه ولا الرئيسيه؟ وحشيه حسب يعني على وقت حلينا تعصب بصري بالنسبة للنطقة وحشي ولا بيسي؟ وحشي حلينا كرسي تمام. إذا لا ننسى إنه الساحة رادار تمام، رادار اليمين بشوف يسار، اليسار بشوف اليمين، والعلوي بشوف سفلي والسفلي بشوف فوق لفوق. إذا بالمقلوب تمام؟ طيب الفحص اللي بعد منه هذا كثير مهم الحقيقة، كثير مهم وجد فترة كثير مهمة. طيب هلا الفكره تاع الموضوع عباره عن هذا تصوير قاع العين بالفلورسين، قاع العين بالفلورسين تمام.
شو شو السبب الرضيع هي تسعى عند السكريين عند الضغط عند اللي عنده انسداد شهر شوكي مركزي انسداد وريد مركزي أي شيء ورم دموي إلى آخره. نحن نحتاج مادة بالوريد تمام مادة تتألق بالضوء مثل السكريتات اللي تشوفهم بالطريق بس يجي الضوء ينتهي عند ما تنضمي تمام بس يجي الضوء تلاقي تتألق تمام مبدأ نفسه في السياق البيئة 480 نسيان بالضبط نانومتر الأشعة على الضوء طلع ال 513 طلع تاخذ الزرع اللي طلعها الخضراء الجهاز نفس المبدا بياخذ الماده المحقنه تمشي بالاوعيه تمشي بالاوعيه بتمشي بالاوعيه نحن نشوف مسارها مثلا احيانا يجوز له تاخر توصل على الوريد معناته في مشكله عند المريض بهالناحيه هي بتمر هي بتدفع زاد اساسيه او اكثر من كذا هلا قبل الشرياني يعني يكون هيك صار قبلها هون لسه ما في شيء بس هون شوية تألق صار بعدين بيطلع مرحلة شريانية تمام بعدين المرحلة الوردية الباكرة الوردية متوسطة الوردية متأخرة هي بالمراحل هي نفسها بعدين الدم برجع بيبرم هي جاي بعدين طبعا يعني هي الشريانية هي الوردية الباكرة هي الوردية المتوسطة الوردية المتأخرة والطول الراجع بعدين الدم بيبرم برمة ثانية صار الشريان والوريد مثل بعضهم مثل الصورة الأخرانية تقريبا تمام هون عم نلاحظ انه هاي هون البقعه هاي ضلت سودا ليش؟ النقطة ما فيها كثير أولية ما فيها كثير أولية؟ ما فيها كثير أولية بدها تشوف 10 كثير أولية ما فيها أولية ما فيها أولية ما فيها أولية نوم حكينا على الحلقة الاستفاز تمام؟ فوفيال فاسكولار زون الحفيرة الغير موعاة منطقة الحفيرة الموعاة الحفيرة يعني تشوف 10 من 10 تلت ميلي 30-50 ميكرون بينما هي الفاز غالبا عند الأشخاص تكون 500 ميكرون فهي عبارة عن حواليها تماما عم تغذيها الأوعية النفوذية إذا في الحفيرة نفسها ما في أوعية نهائية تمام بالحالة الطبيعية طبعا لا يعني تمتاز الأوعية النفوذية فقط وكمان بنضاف إليها إنه هون حكينا هاي كمان بالمرة الماضية إنه طبعا بده يكون الميتوكوندري والجهاز جولجي والميتوكوندري الصناعي على غاية من الأهمية عشان يلحقوا يبدلوا الصور تمام؟ يعني فعالية كنا بعالية وبالتالي هون الأصبغة أكثر وبالتالي طبعا يطلع من المنطقة تقريبا سوداء. طيب إذا هيك بتفيدنا بأمراض الأوعية طيب إذا كان عندنا مريض عنده انسداد شريان شوكي مركزي وعملنا تصوير فلوسي من الجيوغرافي بصفر صار على خط الصفر بيعطي اسود تمام وبالتالي بيرسمهم مع بعضهم يعني طلع المخطط هيك المخطط هيك عم ياخذهم وعم يهز يهز بسرعه شوي عاليه فبيطلع لنا المخطط هذا اللي اقرب سريريا لنا اقرب سريريا لنا يعني لك مثلا وقت بنمسك المخطط الاي سكان اللي هو تحليل منها تمام انه الموجه عاليه موجه واطيه الى اخره هي جايه من هي وهون بالنسبه لنا تعال اخذ صوره هي العين مخدة العين وهي مبينة انه هون المشينية والصلبة هون الشبكية المدفوشة فيش لا في شيء مثل على شكل شو؟ على شكل المشروم يعني اذا مثل الفطر اللي بينباع بالسوق تمام؟ واذا هذا الورم مشيني تمام ورم ميلانوما مشيني منظر بصي للدم المشيني اذا مثلا انا اتذكر انه البي سكان كثير مهم بتحديد طب انت مهم هو بيكون اكثر شيء مهم من البي سكان؟ الفصال الشبكية الأجسام الأجنبية بس أنت مهم يعني بيعطي أهميته الأوراق تمام برافو عليك
اذا كله هذا حكي مفروض التفاصيل، بس اذا انا بدي اذا انا الجسم الاجنبي شايفه بعيني، يعني احيانا بكون بدي بيسكر مشان اعرف قديش قديش هالجسم الاجنبي بعيد عن خلينا نتواصل. لو انا عم بشتغل بدي طوله لازق الشبكيه ولا فوق الشبكيه بشوي، ممكن استفيد بالبيسكان. بس يعني اذا البيسكان بياخذ الميتو لما بيكون في عائق للرؤيه مثل السال او نزل زجاجي او كثافه قرنيه او الفحوصات ايضا الفحوصات اللي بناخذها كمان هي موضوع الاشعه، الاشعه الاكس البسيطه سي تي سكان تمام؟ اللي ممكن تورجينا احيانا تكلس مثلا ضوء الورم بالعين، هاي مثلا مؤشر لريتينوبلاستوما ورم الجذع الشبكي تمام؟ وكمان الام ار اي بعض الحالات طبعا كمان ممكن يكون مفيد تمام؟ ليورجينا مثلا شو طبيعه الزجاج او شو الورم اللي موجود داخل العين او الى اخره. في 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 فحص كمان يعني مجموعه فحوصات اللي صراحه تكون عاده بنختر واحد. هذه الفحوصات هنيك كلها بتعمل تشريح تشريح تشريح، هون فيزيولوجيا تمام؟ شو عم بيسوي هالعين؟ اذا الفحوصات الكهربائيه للعين تمام؟ في عندنا فحص العين الكهربائي، في عندنا تخطيط شبكية كهربائية، في عندنا الهرمونات المحرضة بصريا تمام؟ ما ندخل بالتفاصيل، بس التخطيط العين الكهربائي كثير مهم بالحالات الورم الوراثية، وهي العين مثل البطارية، تفكر البطارية تطول الموجب قدام وتقص السالب لورا، والمريض خليه يطلع يمين يسار وشوف قديش الامبليتود اللي عم يعمل تراوح فيها تمام؟ بالنسبة للموضوع ما كثير مهم. التخطيط الشبكية الكهربائية كمان انه الشبكية تستعمل الستيمولس تنبيه بالضوء تستفز كهربائية فبتعطي موجة فبيحطوا عدسة لاصقة هي الالكترود الفعال وهي الالكترود المفعال بيحطوهم وبياخذوا هاي الموجة الموجة وبيكبروها وبشوف كيف عم يصير معه طبعا استجابة المريض كان هو ادابتد للعتقة اذا كيف على العتقة وعطيناها ضوء غير اذا كان قاعد بضوء جا ضوء تمام بنشوف بيقاربوا هالقصص مع بعضها وبشوف يعني شو قديش فعالية الشبكية شغالة أو مو شغالة. طبعاً إذا المريض عم يشوف مثلاً 7/10 شو الأهمية الفحص؟ شو الأهمية؟ تقريباً ولا شيء، تقريباً ولا شيء. كمان في عندنا نتائج كاذبة، لو في عندنا نتائج إيجابية كاذبة وسلبية كاذبة، وبالتالي الشرط الأساسي لنفوت على العملية انه يكون عنده حس ضيق مع تحديد الاتجاه تمام؟ مريض عنده اسهال ابيض ما لنا شايفين شيء، مريض ما عم يشوف غير الضوء، بس عم يشوف الضوء اذا الضوء جاي من فوق او من تحت او من اليمين او اليسار، ساعتها هذا المريض قابل لعمل الشرح. يشوف الرجاء من فوق. طيب ننتقل لمرض، في شيء اسئله عن التشريح السيرولوجي فحوصات. هلا اصلا فحص يعني هذا فحص كثير مهم هو رقم واحد للعينية. اللي هو اوبتيكال كوهيرنس توموغرافي يعني التصوير التصوير الطبقي المتوافق الشبكي او عباره عن ستيك بيجمع بين شبكتين الايكو اللي حكينا عليه الايكو كيف بتعمل الموجه تمام والشغله الثانيه اللي حكينا كيف بتعمل نقطه ضوئي على الستيك لاند يعني كيف بنقدر نعمل نقطه ضوئي يعني الجسم الاجنبي هذا والله حجمه شيء مثلا 500 ميكرون وقاعد كله ضمن سمات القرنيه مبدا نفسه تمام عم نعمل بقطع ضوئي تمام هذاك نفس الشيء عم نعمل بقطع ضوئي مثل كمان شفنا بقطع وطالع الميلانوما مبينه مثل المشروم بيعمل بقطع ضوئي بالشبكيه تمام فنحن صار بغايه من الدقه لما دخلت الالكترونات يعني العميان على فكره حظهم بيقول لك انه مثلا خلايا جزئيه مو خلايا جزئيه كذا انا بتوقع انه العميان اللي بيشوفه يعني كان عم يشوفه عمي تمام يعني هذا متوقع انه راح يكون بالمستقبل كثير موضوع انه الكاميرات انه الديجيتال بسرعه عم يطور بسرعه بشكل ما 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 بتحكي بيولوجيا يعني التطور البيولوجي والفحوصات الطبيه والى اخره ما بتعادل الموضوع كيف عم يطور الموبايلات والكاميرات والى اخره فتطور بسرعه بحيث انه صار عم يعطينا مقطع على السي جي فعلا يعني بورجيكم اياه المره الجايه المعصر ف بورجينا انه مثلا عم يعمل مقطع بنشوف المحدده ما بيطلع المحدده بس بنشوف مثلا طبقه الالياف العصبيه طبقه الخلايا العصبيه طبقه الضفيرين الخارجيه طبقه الضفيرين الداخليه طبقه
كثير من الصغار الى اخره. فالحقيقه يعني هذا التفاصيل بجيب طيب بالنسبه للفرصات في شيء اسئله عن الفرصات ولا في شو اسمه اخر واحد هذا؟ توافقي لي شو كنا نشوفه احسن على اسمه اوبتيكا كوهيرنس المهم يعني تصوير طبقي من توافق ضوئي من توافق تصوير طبقي ضوئي من توافق ايه التخطيط من الحرب محرضة العصب بس هي عبارة عن الإلكترون الفعال حطوه ورم تمام حطوه على الأنف السطفوي يعني محل ما بدش إشارة آخر شيء هون وبيعطوا ضوء منهم تمام فإذا في تنبيه رح يبين معنا هون أو أحيانا بتتأخر الضوء وبالتالي بيعرفوا مثلا صار لنا واحد مثلا عم يجي عم يقول أنا مثلا ما عم شوف وانا بدي اعرف عم شوف ولا عم شوف مثلا يعني الادعاء والحقيقه الاطفال كيف بدي عم شوف ولا ما عم شوف طفل عمره شهرين ثلاث شو عارف كيف بدي اعرف فبعمل له تصوير تخطيط عمر معرض وصليا بعرف انه الطفل عم يشوف او ما عم يشوف بس ما فيني اعرف بالضبط قديش عم يشوف تمام الاطفال لهم خصوصيه ما بعرفهم فيها يعني ليش مو شوف المريض شوف كيف يعني هذا بيورجيك انه شو فعاليته بعض الحالات بتكون مفيد بس بكون بس للدراسه يعني مو مو براكتيكال يعني مو سريريا يعني سريريا اذا واحد عم يشوف 10 من 10 شو بيعمل ولا اذا واحد عم يشوف 10 من 10 الساعه تبعه طبيعيه ولا الالوان تبعه طبيعيه شو بيعمل فرصات رؤيه عرفت كيف؟ طيب ننتقل اذا البحث كمان كثير مهم وكمان بيجي بفحص القياده هو ومهم بحياتهم حتى هو انفصال الشبكية تمام؟ الانفصال الشبكية معناتها بيتاكل من الصغار بيقولوا انه هلا احنا لازقينه بالشبكية بس هو على الان مضبوط هو بلزق بالمشينية تمام؟ يعني وقت بصير نحكي عن انفصال شبكية هو انفصال شبكي شبكي يعني الشبكية حسية تمام؟ نحكي عليها تكتيرونا من المخاريط للخلايا العقدية تقبع عن البيتاكل من الصغار تمام؟ البيتاكل من الصغار بضل محله تمام؟ وفي ثلاث انواع من الانفصالات الشبكية، ثلاث انواع اساسية تمام؟ او بالاحرى نوعين والنوع الثاني بيلقى تصنيف تمام؟ يعني سب تايب. الاول اول تصنيف انه في عندنا شق بالشبكية وما في عندنا شق بالشبكية تمام؟ وبالتالي شو اسمه هذا اللي في شق بالشبكية؟ اسمه انفصال شبكية شقي السلام. واللي ما في شق شو انفصال شبكية غير شقي او لا شقي تمام؟ طيب الشبكيه مشان تفصل عن الابتيليوم الصغاري تمام في عندنا اليتين يا اما في شيء بده يسكر شو سوينا؟ بشده هذا بنسميه انفصال شبكيه شدي او في شيء بده ينزل تحت منا وهذا بنسميه انفصال شبكيه نزي او نتحي تمام؟ اذا اي مبدا تمام بدون هذا الاستطاعة طيب ليش بدنا نشق الشبكيه؟ خلينا ناخذ اول شيء الشقي ليش بدك تشق الشبكية؟ معناتها رب لا خلينا نحكي عن الأسباب الأساسية حس البصر ورب حس البصر حوالي 65% 70% 25% رب وحوالي 5% متفرقات شو المتفرقات؟ عمره كبير في عنده تغيرات في تنادرات عامل عملية على عينه عامل عملية عينه تفشكلت اختلاط إلى آخره تمام؟ فالشغلات هي ممكن كمان تعمل لنا شق بالشبكية بس المبدا تبع هون انه عم في شق بالشبكية ومية العين الجوانية عم تفوت لورا الشبكية تمام؟ هلا اوكي عم انفصال شبكية شقي تمام؟ وقت بصير هيك العين الشبكية عم تعبي مي شو بيطلع لنا مثل بالونية تمام؟ مثل البالونية كيف بيكون السطح محدد ولا مقعد؟ محدد مو هيك؟ والنتشي كمان مبدا نفسه عم ينزل من تحت كمان بيطلع محدد شو فرق شو فرق عن بعضهم انه هذا اللي فوت مي من الشق بهز اللي طبعا المسار عم يتحرك الموني جديده ما ذاك النتي شوي شوي فلذلك بلا ايجابي بسموه السوليد ديتاشمنت احيانا تمام هلا الشق الشبكي بيكون ياخذ اشكال مختلفه بس من الاكثر اصابه شو عم حسب البصر رقم واحد الشغل الثاني انه الشغل الثاني ترك الرضوض شو في شو في شو في اعراض عند المريض؟ حل الانفصال ما بشوفه مو قابله
مثل ما حكينا مثل الرادار، اذا انفصال سفلي ما بشوف فوق، اذا انفصال علوي ما بشوف تحت. بس قبل الانفصال في عرض اسمها قبل الانفصال، مشان يصير عن انفصال شبكه شقي بدها تشق الشبكه، مشان تشق الشبكه بده يكون هالمحل مهتري او اكل روض. تمام؟ عند الحسيري بده يكون مهتري، وين مهتري بعدين صار في عليه شد قام فصل شقت الشبكه وفاتت النور تحت منها. هذا المحل اللي حل... اول ما بصير شق الشبكه شو رح يحس المريض؟ ان الشبكيه فيها اوعيه وين؟ نزف. تمام، معرض نزف شو؟ عباره عن نقطه دم كم خليه دم نزلوا بالزجاجه. فالزجاجه عم تساوي يعني مثل حكينا عن الزجاجه مثل شو؟ مثل جيليه، مثل بياض البيضه. طلع المريض لفوق لقيت طلع شغله نزلت لقيت نزلت هيك مثل عباره عن شحاط او مقصوله او دبان او كذا ما في له رايحين جايين قدام عيني. تمام؟ وبصير في شد على الشق على شق الشبكي. تمام؟ وعم تشق الشبكي معناتها في ماسكين انطين الراديو عم نحركه، بس هذا مو راديو، هذا راديو ضوئي شرر ضوئي. اذا العلامات المهيئه المهيئه للانفصال بدايه الانفصال او هي علامات الحقيقه شق الشبكي ان عباره عن اجسام متحركه امام العين. تمام؟ يعني شرر ضوئي هذول علامتين اساسيات. تمام؟ هلا اذا لحقنا المريض بهالحاله هي وفحصناه والله في شق الشبكي بس لسه مو فاصله شو بنسوي؟ نعم نجي نكوي حوالي. تمام؟ بالكرايو بالتبريد بالحراره بالليزر ما بين مهم احداث نتحه عقيمه حول الشق الشبكي. متى عملنا احداث نتحه عقيمه؟ تمام؟ مشو الشرطه هون عملنا ليزر، عملنا توي الشق شكوي مثلا جينا كوينا حوالي. بعدين مراقبه شو السبب؟ شو كثير مهم اذا ما عملنا اذا ما مو منا المريض لازم يطيب هذا الحرق، هذا الحرق اللي سويناه بالليزر او بالحراره او بالتبريد بده يطيب. خلال فتره الطيب هذا ممكن يفصل، ممكن يعبي مي وتفصل الشبكه، بالعكس يكون بدل ما انفذناه المريض صار محل الليزر مثلا سقوط والى اخره. تمام؟ فلذلك المريض لازم بالحاله هي له ولا حرق نهائيا تسطح اهدى ولا اي حرق نهائيا، حتى حركات العين مو معي، فبالتالي بيكون بيقعد بمثل هذه انه في عالم بتفكر اذا حركت العين اذا بسكر عينه هاي معناتها هي ما بتتحرك، فالعينتين بتتحركوا سوا، مو هيك؟ يعني كل واحد يحرك عينه اليسار على اليمين وعينه على اليسار. طيب. اذا هذا شكل انفصال الشبكيه الشقيه هي تغير الضم الزجاجي، في علامه مهمه بنسميها علامه غبار التبغ، يعني مثل كانه كيف التنباك هيك بعد التنباك البني جوات الزجاجي دعاة بيكون رايق. طيب هلا اي انفصال شبكي شقي غالبا يكون هذا الشق كثير وصفي اسمه شق علامة له يو علامة له انكمبليت يعني مثل حرف الجي او حرف الواي او مثل شو يعني هذا يكون هيك هذا يكون هيك هذا يكون سهلي خط لسه مو مكمل بس غالبا بده يكمل حاله بس بيطلع بهالشكل هذا بسموه هورس شو تير يعني شق نعل الفرس. تمام؟ هورس شو تير يعني مثل شق نعل الفرس. طيب السبب انه عم يكون الزجاج معلق هون بحرك راسه المريض الزجاج بيحرق وهي المنطقه صارت مهتريه بالشبكين فبشدها تقدر تفتح هذا الشكل النعل. علاج انفصال الشبكيه المبادئ تبعه صار لها شيء حوالي 200 سنه 30 سنه حطوا مبادئ العلاج انفصال الشبكيه اللي هي ثلاث شغلات بعدين طافوا له مبدا رابع. تمام؟ طبعا الموضوع الشرح كله اختلفت لكن المبدا نفسه واحد نحدد مكان الشق نشوف شو وضعه طبعا ممكن يكون اكثر من شق الشبكيه. تمام؟ اذا بدنا نشوف الشق الشبكي هي رقم واحد. رقم اثنين انه نلزقه شو؟ الكي شبك بالبيتينيوم الصباغي لا بقول شبك الصباغي او شبك الصباغي بس بالبيتينيوم الصباغي بالشبكه. تمام؟ فهذا رجعنا حطيناه على 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 الكلب الصباغي. الشغله الثالثه
نكوي حواليه. خلي المريض نكوي حواليه. نكوي حواليه يعني مو نكوي. احداث حرقين حول الشق الشفوي. الحين من فحص الصباح ليش من الحين من فحص خصوص الشفوي ما بيفتر يعني صعب واحد الدولة. بس نكوي الشبكية. شو من نكوي الشبكية؟ حول نكوي الشبكية كلها شو استخدمها لك؟ مش عم نرجع المحل لك. نحن نعمل هو الالتهاب العقلي. فالالتهاب العقلي بينزل بيعمل ندبة وبالتالي هو ما عاد يتسرب سائل. وبالتالي الشبكية رجعت لمحلها. تمام؟ هلا صف المبدأ الرابع للنظاف اللي هو الطريقة القديمة اللي مشهورة الطريقة القديمة. هاي الطريقة القديمة كانت كثير شائعة وعلى يعني مو كثير قديمة يعني 80 بلش العالم تفكر بانه مو كثير أساسية. هلا هاي الطريقة القديمة حددنا وين مكان الشقوق الشبكية تكون واحد مثلا مثال واحد تمام على الصلبة حطينا اي دفاشه عباره عن سفنجه من السيليكون وخيطنا هون خيطنا هون وشدينا الخيط حتى هي صارت طاجه العين لجوا فقربنا قربنا الصلبه والمشيني والبيتيريوم الصغير عند الشق الشرقي تمام وكوينا حوالين الشق بالكرايوم تمام فصار في عندنا التهاب عقيم المريض يتسطح شي كم يوم بجوز اسبوع بجوز كذا حتى تشكل النتحه العقيمه والالتهاب وبلش يتقدم ساعتها بتكون رجعت الشبكية. شو اللي بصير احيانا؟ هذا طلع المبدا الرابع انه اذا كان عندنا هي العين واذا الانفصال هيك عامل والشق هون تمام؟ كل شيء بيلف هون هي العين هي الانفصال فاصل الشبكة وهي الشق هون. فلكن بدي اطاجع هون كويس اطاجع هي سبونجي هي سفنجي بتسكر. اذا كانت هون والشق انفصال كيف بدي اطاجع بتوصل له مستحيل. العين بده يصير شكلها هيك هذا حكي مو منطقي وبالتالي طلع المبدا الرابع اللي هو بس السائل تحت الشبكة يعني ايه تمام فوت الابره هي العين هيك والشبكيه فوتوا هون سائل تحت الشبكية اللي حكينا عليه بيمسكوا الابره فوتوها بالصلبه بالماشينية لتحت الشبكية بيطلع السائل الشبكية طبعا بلش ترجع شوي 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 تمام لو ضل شوي سائل بس نحن سكر بدنا نسكر الشق احنا بيهمنا نسكر الشق تمام الباقي في البيتيريوم الصغير بيرشف السائل لوحده شوي شوي الشبكية الحسية بترجع لمحلها تمام؟ هلا هذا الحكي هي الجراحة ظلت يعني لا تزال حتى يومنا هذا إذا واحد إذا واحد بتبلغ منها كثير مفيدة هي الجراحة تمام؟ إنه ما عم نتدخل جوات العين بشكل عملي كله من برا عم نشتغل تقريبا إلا إذا عملنا بزل بس المبدأ الأساسي إنه شو بده يكون هون؟ تكون الشبكيه متحركه يعني بيقول له واحد اذا صار له اسبوع اسبوعين الشبكيه عم ترفرف الساعه بدل ما يطلع لفوق بلاقي الشبكيه عملت هيك طلع اليمين نفس الشيء تمام بهيك حاله نحن اذا بس نسد الشق خلال فتره صغيره بنلاقي الشبكيه رجعت لمحلها تمام فهون اذا كانت الشبكيه صار لها فتره تمام شو الحل؟ الشبكيه صارت جامده ما عم تتحرك مضبوط و لو بعد العمل هي اثناء العمل الجراحي تمام هي السفنجه اللي كنت اقول لك مربوطه ناخذ هون الشق ناخذ بعيد عن هون بنشد القطب لجوا فلقيت انه لبس لجوا تمام وبالتالي بتسد الشق هون عم نعمل كراي بالتمرين هي العدسه عم تتعلم دايركت على المنظار على العين المباشره عم تورجينا هون طبعا هون في لاحظوا كثير اتروفي بالشبكيه والمشيه نتيجه كراي واسع هاي الغطاء تبع الشق النعلي والشبكيه هون مسطحه صارت هلا بتصير الشبكيه جامده شو بدنا نسوي بهيك حاله يعني صارت الشبكيه عليها اذا بدك تفكر بتصير هي رجل قاسي وما عم تتحرك بقى وبلش الياف على الشبكيه عم تشد بدها وعمل احيانا تعمل اشكال نجميه والى اخره شو بدنا نسوي بهيك حاله؟ بدنا هي الطريقة ما عادت كثير تنجح تمام؟ أحيانا بحطها في قاعدة راس كمساعد غالبا ما بتنجح الطريقة هي وبالتالي طلعت عملية قطع الزجاجي اللي هي المفروض لجوات العين كل شيء في مناطق تلي فات على سطح الشبكية بيكون هون هون بنحررها بشيلها بالمرقط بتصير الشبكية حرة بعدين عم تتحرر تمام؟ بنضل القيمة لأشياء حتى تلاقي الشبكة صارت حرة تماما
بعدين بغض النظر عن يعني زلينا ممكن مناسب انه سنفترض الشبكه هون لقيناها غير مناسب لنسحب منه السائل، ممكن نعمل سقوط ثاني من هون مثلا الشبكيه الكوين، بعدين نسحب السائل من هون. كيف نسحب السائل؟ يعني شفط بنحط الهواء بندفشه من فوق تمام على السائل، وحاطين مثل الشلمون جواتها الثقب، الهواء بيطلع على السائل، نحن بنحط الشلمون على الثقب، شوي شوي بنلاقي السائل كله طلع الشبكيه سطحيه لحالها تمام. هلا صارت العين عبايه هون والشبكيه بمحلها، وعندنا الثقب اللي كان اساسي تبع المريض، وعندنا ثقب نحن نعمل له شو بنسوي له؟ نسكر ونطلع طلعها من الشبكه بنفسها. نعمل نفس الشيء، نعمل نتحق مثل حكينا، لكن المبدأ ما راح، المبادئ ما راح. نعمل حوالين الشق الشبكه والليزر او الكرايو تمام، حوالين الشق اللي عملناه كان نعمل ليزر كرايو، بعدين ممكن بدنا نتركه للمريض ينفع. ايه الهواء بيروح ترجع تصير الشبكه، يعني الليزر مو دغري، يعني شو هي نقطة الليزر؟ مو عبارة عن مسمار كبس كبسناه، وبدون بالمسمار كبس. الليزر الحراري بدون بالمسمار كبس، يعني عبارة عن قوة تليل بحد بلزة تمام، بس المبدأ مو دغري حاطينه لحتى يطيب. حرقت ايدي وحرقت ايدي بتطلع على الموضوع بعد يوم ينشف حرقت لي حرقت لي حطيته هيك بعد شهرين مش تشدهم نزل تمام؟ بتعمل نفس الدواء طيب الهواء اذا ناطفين كثير كثير ممتاز كثير ممتاز ومهم كثير متعاون ممكن ينفع لنا تروحوا على الهواء يعني بين الهواء بضل بثبت الشبكيه مثلا خمس ست ايام بكون بلش تنزل الشبكيه، لكن بالحالات العاديه بنحط غاز بيطول بينكشف تمام؟ او بنحط زيت سيليكون تمام؟ الزيت بده عملية ثانية نشيلها تمام؟ طيب عملية فرز الزجاج المبدأ تبعها ثلاث ثقوب، ثقب بفوت مي، ثقب بفوت ضوء عشان الضوء يشوف قدامنا، عدسة عدسة لاصقة على العين أو عدسة على المجهرة تورجينا قعر العين بشكلها، وهذا القاطع عبارة عن إبرتين جوات بعضهم هون في شفرة هي تتحرك بسرعة هيك تمام؟ تاخذ شوية زجاجة تقطع فوق شو الزجاج تقطع، كل ما زاد سرعه القطع في هناك هيك عمليه امن. اول قطع اشتغلت عليه كان سرعته 400، هلا سرعه القطع حوالي 16000 بين 400 من 16000 بالدقيقه كاتس بير مينت يعني تمام، وبالتالي خيال مش الموضوع خيال تمام. طيب طيب هلا بننتقل للموضوع اللي بعده اللي هو انفصال الشبكيه. في شيء اسمه انفصال شبكي شقي؟ اذا في شيء اسمه علاج وقائي، اذا لقينا شق شبكي بدون انفصال شبكي بدنا نعمل علاج وقائي بتطبيق الليزر. الليزر شو الليزر اللي بنستخدمه؟ اذا طبعا اركون هذه الكلمه الشائعه يعني اذا بتروح حتى على العين شعب العين بتقسم عين شو الليزر؟ بيقول الاربون. الاربون بطل بشي حوالي 20 سنه تمام؟ ليش؟ انه الاربون عباره عن غاز مثل غاز نيوني قدام مناك قدامي، وبستعمل الغاز يطلع اللي يولد الليزر تمام؟ فبيجي الجهاز يعني تقريبا قد الطاوله جزء صغير شوي من الدارات الحديثه، بس هي معي هذا من 20 سنه بطل نزل محل سوليد ستيت تمام؟ الجاني هلا هو عباره عن يا ليزر بس بسموه انت يا ليزر دبل فريكونسي فبتيجي يعني ليزر عادي مستعملين مشان فزع المحفظة شو شفتوا يعني بحطوا فزع المحفظة فزع المزاحين الفكرية فزع الياكليزا هذا الياكليزا هو 1024 هذا بيجي 1064 هذا بيجي 532 سنة لذلك اسمه دبل فريكونسي يعني كل موجة تجي موجتين بتصير المهم ما بين الموضوع المهم انه هذا الليزر عباره عن تفكير حراري تمام هو عباره عن انديال دبل فريكونسي ليزر عموما متعارف عليه بيسالوا الاطباء العلميين بيقولوا لهم يا ارجو الليزر صرنا ما في شيء هلا في كل شيء على ارجو الليزر تمام هلا هي الوقائي المريض لا تتحرك بين ما يطيب الليزر
هلا اذا ما في خطوره كثير عاليه وشق لانها صغيره وطولها بشكل جيد ممكن المريض يبقى بس بيبان ما تاكل وقعها ما تتحرك بسرعه ما تنط على الدرج لين ما يتحمل نزح حوالي 700 ثانيه تمام. النوع الثاني هي يا جايز بتاكل من 1064 شو ولا لا؟ يعني الليزر هذا سؤال عادة انا بساله انا بساله ارفع علامه اللي هو شو انواع الليزر تمام؟ العين مين؟ ولا الاربون تاثير حراري او الانزياد بالفريكونسي يا شو تاثير حراري ليزر تاثير حراري تمام؟ اليا بالذات عم نفزع شو يسمى التبجيل يعني لما بتفوكس على شغله معينه يعني محفظه غرفيه بتعمل لك زي فيشن شقك من الجراحه بتعمل لها جراحه يعني فزع محفظه غرفيه طبعا قديم صار تلقى معالج جراحي بعدين صرنا نفوكس على الليزر تغطيه ثلاثه بوعي المريض من زائد من خالص تمام. هلا النوع الثالث اللي هو تبخير تمام الليزر بتاع التبخير هذا وين بنستعمله؟ بالليزر ليزر تصميم الظهر الليزر بيرفع ايده على صوته تصحيح سؤال الانكسار بالليزر او بالبي ار كي الليزر او بالبي ار كي عموما جراحه مو بس ليزر بي ار مو بس ليزر بي ار كي ممكن يعمل شق مشان القرنيه يعمل شق مشان السائل دائما على الاطفال في بلوره صاروا الى اخره يعني في كثير شغلات بس هو المبدا اذا انت عم تبديل تمام شو بتستفيد يعني شغلات ثانيه لا بحكي عن ليزر مبدا ليزر المبدا الفيزيائي الواحد اللي بيحرق هو هذا اللي بيستخدمه بس عند السكريين وعند الشقوق الشبكيه والانفصالات الشبكيه الى اخره الواحد بفجر بيستخدمه بينقزع المقزه الخلفيه وبينقزع القزحيه المحيطه الواحد اللي بيبخر بخر الخلايا بيستخدمه بالسؤال الانفصال خلينا عند هدول المرحله طيب الانفصال الشبكي الثاني اللي نحن شو اسمه؟ لا شقي علاج الانفصال الشبكي مبادئ هنا هم ثلاثة أساسيات أو أربعة تمام؟ تحديد مكان الشق إحداث تحقيم حوالي سؤال فحص هذا تمام؟ إحداث تحقيم حوالي مكان الشق وتقريب الشبكية الحسية من الأمتين السماء تمام؟ نشوف المبدأ الرابع هو نزل السائل تحت الشق طيب العلاج يا إما يا اما بطريقه بعج الصلبه او تفريد الصلبه عن طريق حشوه سيليكون معنا مع القوانين اللي حكيناها او عن طريق اذا كانت صلب شبكيه صار لها زمان في تغيرات الى اخره ساعتها بدنا نلجا لقطع الزجاج. طيب هلا النوع الثاني في خارج الشبكيه اللي هو لا شقي اللي بينقسم لها قسم شدي او نزيف الشد اللي اكثر اصلاحه بده يصير في غالبا في نزف او بريفريشن بالزجاجي تنمي حتى يمسك الشد ويشد اي نزف بالزجاجي ممكن يتكيف يعمل يشد على الشبكه اي خلايا ليفيه بالزجاجي حتى تتكاثر تعمل مثل شبكه العكو تسحب الشبكه تمام اكثر شيء مهم نشوفه باعتلال الشد السكري المنمي تمام اللي غالبا هو اهم احد اهم اختلاطاته نزف الزجاجي الشغل الثاني هي جروح العين النافذه يعني اذا شيء مثلا قدرت تفتح جوات العين او جرح سكين او اي شيء بس فتح جوات العين يعمل التنمي الى اخره يعمل مشاكل بشد على الشغل. حتى لو كان جسم اجنبي الى اخره اذا كان الجسم النافذ كان مساحه لا بده يلقى الزجاج لا بيعمل التهاب بيعمل لازم هو يخترق الزجاج بس من الجدار اللي هون مقارب على الشبكه ايه مقارب بس تصير اذا قارب الزجاج بيعمل تغيرات كثيفه فيها السؤال في بدل اذا كان الجسم الاجنبي او الجرح الاداه اللي حد انجرحت العين وصلت للزجاج الامامي ما قارب على الشبكه بس ما عم بيصير بروليفريشن بينس على الشبكه بصير عندنا انفصال شبكيه شدي طيب انفصال شبكيه شدي تمام شو علاماته؟ مقعر ولا محدد؟
بقعر انا ما بعرف ايش عم يشد تمام بيحرق ولا ما بيحرق؟ ما بيحرق شغله شغله هي عم تنسم تمام الشغله الثانيه بتتقدم بسرعه ولا ببطء؟ ببطء ببطء لانه كمان قاعد كل ما عم تكيف كل ما عم تشد شوي شوي لذلك اذا كان صغير وما مثلا شو 10 من 10 وعنده فصل شوي شد خارج المركز تمام لانه ما له مهدد للنطقه ولا داخل عليه مراقب ومراقب ما زلنا بلش يجوا على اللطخة يا صار يا ما اخذ اللطخة او مهدد للنطقه تمام ساعتها بصير بدخل داخل والشغله الثانيه بتخلينا نعمل عمليه للمريض اذا كان انفصال شبكي شدي عم وعم يشد هيك عم يشق الشبكي فصار شدي شقي تمام شدي شقي خلينا نبدا نشوف هيك شقي خلص شقي معناتها بيقدر يفوت سوائل كل الشبكه ارتفاع الانفصال الشبكي العلوي اذا كان مثلا شق صار علوي انفصلت الشبكيه خلال ساعات المريض بيروح الحرقيه المركزيه يمكن من خلال ست ساعات سبع ساعات لو نمتوا الى الثلاث بيت من الاكبر تلاقي سكرت على الانفصال طب خلال المراقبة ما لازم اوقف التليف اللي صاير خلال المراقبة ما بدي اوقف التليف اللي صاير انا عم ناقل تعال شوف ايش السبب تعال شوف ايش السبب اذا مالك قدران تسيطرين خلال بتروح بالمراقبة ليش ما بنتدخل بشيء التليف اللي صاير ممكن يرجع يتشفى الغلس ممكن يرجع يتشكل غيره ايه تمام التداخل في الحدث الثاني نعم اذا تداخلنا احيانا تليف يعني طريق ممكن تداخل هو احيانا تليف التداخل ممكن يعمل تليف التداخل جراح نفسه ممكن يعمل تليف ممكن مو يعمل تليف ممكن يعمل مشكله بالعين هذا اهم سبب ليش ما بناخذ ما ناخذ مريض مثلا صفر في باب الدياب بس الفكره تاع الموضوع انه ليش ما ناخذ مثلا مريض ما عنده مي بيضاء عنده مريض يعني سار وعم يشوف مريض ثاني من عشره ليش ما نسوي له عمليه؟ إذا عملنا العملية بجوز بقى نشوف 10 من 10 بجوز الاختلافات تبع العملية بالنسبة لكيسان ثاني بالعقل الجراحي هو إذا نعمله إذا نرجع نشوف 10 من 10 بضل نعمل تغيير خلص رح تعمله صار بعدين يعني يزق ممكن ممكن يفقد الرؤية يعني ببدأ نعرف ليش قديم خلينا نرجع لورا شوي شيء مثلا 20 30 سنة بسوريا مثلا كانوا يقولوا المي بضلت تستوي يعني المريض كان يساوي العملية ما يساوي العملية حتى يعمل نهائيا حتى تلقى بالعينتين لو طبعا بالإنسان مو بيعمل بس يشوف الضوء لو حركت ايده احيانا اذا دخل الساد مع الزرف ممكن يعمل مفكر انه من المي بيضا يطلع يبلي سوداء والمريض يعمل بشكل نهائي بس بشكل عام انه عندنا افترض انه عنده مي بيضا بياخر العملية بياخر العملية لحتى تستوي يبطل يشوف غير الضوء طيب بعدين ساعتها بيسووا العملية ليش؟ ليش هذا صار مسوي لي عم شوف مريض أربعة من عشرة عم سووا لي إياها ووقتها كان يشوف الضوء نسبة العمل الجراحي نسبة كان اختلاط طبعا عمل تمام نسبة اختلاط نسبة نجاح العمل الجراحي فبصير نسبة نجاح العمل الجراحي 100% بعمل له الساد إذا بشوف 9.5 من 10 إذا عنده شوية تليف بالزجاج بعمل له عملية إذا نسبة النجاح 100% بس للاسف 100% حتى الزايده اللي في عالم عم تموت هذا بعيدين عنه كثير نحن طيب بس اذا اذا من قرب من كان مهدد للنطفه وشاب للنطفه وصار شقي طيب شو العلاج تبعه هذا؟ كيف بدنا نعالجه؟ كيف الطريقه؟ بنرجع من برا فينا نسال بعالج ما بعالج؟ ما بستفيد شيء الاساسي نعمل قطعه زجاجه تمام؟ شو بدنا نسوي؟ هو شدي بدنا نقطع الشق هون عنا انفصال شبكي شدي شان قدر شان في بعيرات سكري تمام؟ جينا بالمقص توصل لها هي شو اللي هي قطعناها بالقاطع شو اللي هي الحاجة كلها فالشبكية بجوز وقت العملية ما تبتل لأنه صار لها مثلا 3 شهور 4 شهور هيك بس بعد الوقت اللي بتلاقي شوي شوي بلش تنزل المحلة بتاخذ وضع طبيعي في داعي نبكش الشبكيه نخطب الشبكيه نسحب المي نعمل ليزر ما في داعي لانه خلص احنا شلنا الشق زمان احنا شقينا الشبكيه اثناء القص هون بجوز احيانا تقص الشبكيه في القص
او الشيرت. ساعتها بنضطر نعمل الحكي اللي عم نحكي. ما بالحال العادي بتعرفوا بنصير بنزيد التكلفة والشد على الشركه لتكون الموضوع رجع لطبيعته. الدكتور هون هل في بيكون سائل طبعا كنت سائل بس ما معروف على الاغلب شو بتنزل زين عند اهلي بيطلع مش عم تشكو يعني اي بسوي الاساس الشد والهذيك الاليه ما بعرف انه عم تجي يعني ما معروف انه عم تجي بتنزل دجاجه وعم تجي من شيء بس كان بيقالي انه فوذيه شو شغله بطيئه كثير بطيئه دكتور سلام زي مو قلنا هون انفصال الشبكيه مقعر؟ ايه ليش بالرسم طالع محدب؟ انه كيف بده يكون مقعر بالرسم المحدب؟ ايه لا انت بشكل عام بس اذا هي عم تشده ومنفصل بمنطقه كيف؟ بس عم نحكي بشكل عام عن المنظر تطلع على الصوره ككل تطلع على الصوره ككل يعني ذاك بتكون هلا هون لا تنسى انه هي ترسيميه شيء رسمي. ثاني شيء كمنظر هون عم يكون هون محدب ولا مقعر؟ محدب هون في شد هون الشد عم يصير وبالتالي عم يطلع مقعر هون تمام هون مقعر يعني طلع الرسم هون مثلا رسم رسم مو كثير ظابطه يعني مو مظبطين تماما بس المبدا نفسه هيك تمام وشغله تقريبا الى حد ما ثابته. دكتور الشبكيه بترجع لحالها حتى لو صار في وقت كثير طويل لا مو طبعا بيكون يعني اذا كل ما طولت الحكايه كل ما كان اصعب تليف يعني بعض الحالات اذا كان مريض مثلا نفترض هي ما بتخلقوا تفاصيل ولا بتصفر تفاصيل المحاكمه اللي هي لازم تتعلمها صراحه كثير اهم شيء غيرين بالنسبه يكون بالوقت هذا ما يعني اهم شيء لو تحطوا لي امتحانات ثاني حط النص الاعلان على المحاكم ونص المحاكم على نص اقل من نص الاعلان على المعلومات لان المعلومات صارت دائما بيطلع الموبايل واحد لاي شغل صار ما صار شو يعني ما عاد موضوع المعلومات صار اسهل كثير الحصول عليه من موضوع انه كيف بده يحاكم ففي شو عم بيقول السائل هذا بضل يعني الشبكيه بترجع جميع الاحوال هو غالبا بترجع بشوف المريض بيكون عين واحده فما في ينتظر يعني هو نستنى عليه شيء 24 حتى يشوف تمام هو عين واحده ممكن ياخذ كسر اذا عمره مثلا 60 سنه بسكري ونشوف بيعمل له كسر منتقل راح المريض فلذلك احنا ممكن بهالحاله ننزل نزله صغير قد ما فينا نسحب السائل تحت الشبكي نساعد الشبكي ترجع على محلها تمام؟ اذا يعني واحد في هي شغلات يعني في شغلات بتحب الطب ده محاكمه اكثر ما هي انه دقه الاستطلاع. دكتور بعد قديش ممكن الرؤيه ما ترجع ابدا؟ نعم بعد قديش ممكن ما ترجع الرؤيه؟ غالبا يعني غالبا بيعتبروا ما في شيء قطعي تماما ما في شيء قطعي 100% ودائما بنعتمد على فحصنا الدقيق زي حكيت بدكم من المحاضرة الماضية انه بدي اقول للمريض انا ما بشوف الضوء انت انا عم بحكم عليه بالاعدام تمام الاعدام قصدي انا عم بحكم عليه المريض بالاعدام وبالتالي يعني بدي يكون دقيق ما بصير انه والله بجوز او اترك مش تمام يعني والله تخبط الزلمه قطعي الموضوع ف يعني انت بتفحصي تاكد انه في حصد غيار تاكد انه عم شوف اتجاهات عم شوف مثلا اتجاهين الثالث ما بشوفه ليش ما عم يشوفه مثلا انا بس قلت له ضوء بدي اساله عن التحليل اتجاه حطيت له ضوء وقلت له حرك عينه هيك راسه معناتها هذا عنده فعاليه خلايا كويسه تمام واحد مثلا لا عم طلع هيك عم نظره عشوائيه بعدين بدك تساليه عن الضوء بصير يطلع هيك ما يعني غير المريض حتى شيء حطينا له الضوء هون بده يبرم راسه تمام هو ما بشوف غير الحصديات تمام يعني هاته بشوف الحصديات يعني هاته بشوف تحليل اتجاه بس واحد بده يبرم والثاني صار عم يتفحص حتى يلاقي الفكره يعني هون الخلايا ما بتكون ماتت ما عاد اجاها ترويه ما بتكون ماتت ايه هلا الشبكيه انه الشبكه انت فيك تقول قديش فينا نعمل انت فينا نعمل عمليه انت فينا نعمل عمليه هلا غالبا بعد يعني في الراي العام انه سنه اذا ضلت 15 ما عاد بتحسن طبعا بس هذا الحكي انه لو يعني شو الواحد اللي هو يتاكد منه شو شغلات مرافقه لها اذا في تجاعدات اللي فات كثير داخلين والعين كان 10 شو بدخل المريض على المريض صار له توقع حوالي غالبا بيكون توقع انه والله من شي 6 شهور 8 شهور ما عم يشوف والعين الثانيه عم يشوف 10 والشبكيه متليفه وتعبانه والرؤيه حصديات
يعني ثلاث اتجاهات رابع مشكوك فيه، رؤية الألوان ضعيفة، تمام؟ بهيك حالة أفضل ما نبدأ. طيب المرة الجاية رح نحكي عن بس خلينا نأخذ في في انفصال شوكي فتحي ما حكينا عليه، اللي هو إنها من اللومة المشينية، يعني أورام المشينية بتيجي تحت الشبكية بتفشها دفش، هو بصير الشبكية المشينية تمتح تحت الشبكية وغالبا بتكون سوليد، إنما تجي كومة تراب يعني هو قريب على سوليد الشد اللي أنتم فيكم معه، يعني الصورة ممكن تسقط، بس هيك مثل تلة التراب جانب التراب يطلع لفوق تطلع عليه تنزل زيت تنزل ما في أي حركة فيها، تمام؟ وبتكون جامدة ولونها قاتل غالبا. الحالات الثانية غير أورام المشينية هي التهابات الشبكية المشينية، كمان بتعمل نتح تحت الشبكية وبالتالي بتكون بتعمل انفصالات شبكية نتحية، وهدول غالبا علاجهم بشكل عام بس في موضوع الإنتان ستيرويدات، يعني أكثر شيء بتستجاب له ستيرويدات، بعض الحالات بدهم إذا كانت حالة مزمنة بدهم مضبطات منها. إذا المرة الجاية رح نحكي عن الأتيروسكليروزس، الهايبرتنجن، الدايابيتس، أساسية الرضوع العائلي، شو إن شاء الله بدنا نخلص منها المرة الجاية، تمام؟ ضمن المحاضرة بعد منها اللي أخيرا بحاول أورجيكم مو بس الأو سي تي، بحاول أورجيكم العمليات الجراحية، شوفوا بعض العمليات اللي بتعمل اكتساب الزرق والقطرة القطرة الزجاجة، ممكن تشوفوا كيف بتشوفوا.